everyone, welcome back to my channel and welcome to the week 2, day 2 of our full body scalp program for this month. Today we have lower body workout with a band. As yesterday we did full body with band, today we have with this loop band lower body workout, intense but no repeat. Each exercise we are going to do it, 50 second walk, 10 second rest, no repeat. And if you are ready, get your band ready and water bottle, towel, big smile, and let's get started and do it together. مرحبا فيكم, مرحبا فيكم معنا جديد, اهلا وسهلا فيكم معنا بقناتي حصة جديدة وتمارين جديدة. والاسبوع الثاني واليوم الثاني بجدولنا التدريبي شدوا نحت الجسم لهيدا الشهر. وامبارح مثل ما اشتغلنا بحبل المقاومة الجسم كامل, اليوم عنا جزء سفلي فقط ولكن بالباند المسكر اللوب باند. ضروري يكون عندكم هدول الباندات لتقدروا تعملوا هيدا التمرين لتتحسوا بالفائدة. ما عندكم اياه اعملوا التمرين بدونه, ما في اي مشكلة, ولكن بس قدرتوا جيبوه لانه كثير مفيد, تقنوه في المنزل وكتير رخيص بتلاقوه بكل مكان. سو اذا كنتوا جاهزين, منشفة ومي, باند, ابتسامة عريضة, ويلا نبتدي مع بعض على طول. عندنا 30 تمرين, كل تمرين ما بيتكرر ما بينعاد, يعني مرة واحدة. وراح نشتغل 50 ثانية شغل, 10 ثواني راحة. سو هير وي جو, ام سو اكسايتد, انا محمسة. سو going to start with put the band above 10 seconds, 10 ثواني مبلش. Put the band above your knee, راح نحط الباند فوق ركبي. Going to start with lateral steps. So hinging back, راح اطوي شوي ركبي, روح على ورا. And open, open and close. راح افتح, شايفين بثبت وارجع اسكر. So hinge out, out. Keep the hip back and the back forward straight. رح نخلي الحوض على ورا مكسور, بفتح بقاوم من الركبتين, مش بفتح من تحت. الرجل مش ضروري افتح من تحت, اصلا ما لازم يكون من تحت الفتحة كبيرة, لازم يكون ركبة يا بنفس المستوى يا اعرض. So don't go like this and your knees stuck in. No, your knees should the one who be resist. Keep take baby steps from down and resist from your knees. Keep pushing the hip back. هنخلي الحوض ورا, ناخذ خطوات بسيطة. ثبت وقاوم من الركب وليس من فتحة الرجل من تحت. يعني إذا بتاخذوا فتحة كبيرة بصير الركب سكر جوا وما بتستفيدوا شيء. ما بتشغلوا عضلي الأرداف الجانبية. So hinge, اطوع ورا, bend this one, ثبته وحدة. Side, side, رح تروح على جنب. Side, tap. Tap and back, tap and back, and back, tap and back, go and back, left. راح ثبت هيدي الركبي, انا هون ثبتها وعم مدد الثاني. اوكي, لاشتغل على عضلات الارداف الجانبية. طبعا اللي واقفة علي راح تتخدر, راح توجعني كثير لانه مثبتة علي الوزن. So the pain you have to feel here, pain, yes, because you are putting all your weight on this. Keep the knee stable, bent and stable, and just extend, resist while you are resisting, while you are stepping on the side. So انت عم تسحبوا هيدي الركبة, تثبتوها عشان تفتحوا بالثاني. Again, switch side, hinge, لازم اخذ الحوض اطويه شوي. Hinge, see, tap it and back. So resist, stable and back. So عم قاوم, عم ثبت هاي, والتاني عم تعمل point بالاصابع ابعد نقطة. هاي مشدودة, التاني بضل مطوية. So this one stay bent, staying this position, stable, not moving. Your hip hinging back, الحوض مكسور على ورا. الأرداف احترقت. Your glutes on fire. Of course the stable leg. Tap. Side and back. Side and back. All your weight exactly on this leg. كل وزن فعليا عم تتحملوا هيدا الرجل. Tap and back. Tap. Ouch. Alright. Oh. Now we're having squat. So open the, حطوا الكعب شوي مسكر, الاصابع برا. Keep the toes slightly up. You're going to out. Okay, resist from your knees. رح نفتح ركبتين على برا. طبعا ما تروحوا على جنب. Don't do like this. Keep it stable. خلوا رجليكم ثابتة على الارض. الركب هي فقط اللي بتفتح وبرجع بطلع. وانا عم بنزل عم باخذ حوض ورا وافتح الركبتين وارجع اطلع. So I'm pushing from the knees only.
and bring it back. Keep the whole feet down, not on the side. Don't turn the feet. ما ترفعوا الرجل عن الأرض. كلها بتكون ثابتة. I'm going to show you from the side. وجيكم على جنب. And up. Knees. Wide resist. افتحوا من الركب. قاوموا على برا ورجعوا. Out. And up. You can, after you know the technique, you can speed. بعد ما تعرفوا الحركة مضبوطة فيكم تسرعوا. Okay. تعملوا تكرارات أكثر. So after that we have hip bridge. So now مع ظهركم lay down, open the knees تحمل الركب, out and down. Keep the knees wide. خلوا الركب مفتوحة. ضغطوا كعب الرجل عصروا الأرداف وانزلوا. Exhale, squeeze your glutes, hamstrings and down. Keep the knees resisting out. عم بفتح كمان الركب على برا حتى نشغل الأرداف الجانبية مش بس الكبيرة. Squeeze and down. Squeeze and down. قاوموا يا عصروا. Squeeze it and down. Left and down. Out and down. Good job. Now we have, I think, kick, glute kick back. Yes. Okay. زحف. Okay. Crawl. Engage your core, shoulder, the button. Just extend and bring it in. Extend your leg. Don't lift it up. Just you need to extend. Just like you are pushing something with your leg. Extend it and back. كأنكم عم تدفعوا شيء بكعب الرجل لبعيد بس تمددوها وترجع مش ترفع لفوق لأنه ما بدي عضلات الظهر تشتغل أو تنزل تطلع. I don't want to see your core is loose or your back. So what you don't have to do, شو اللي ما لازم تعملوه. Don't every time you extend you release this area. كل مرة عم نطلع لا. Engage it. سبتوها. Extend. See it's not moving. شايفين ما في حركة أبدا أو مقاومة أو استعمال لا منطقة الوسط مع رفع الرجل. It's painful. حتى رأيت. I'm going to show you this side. رح أورجيكم هيدا الجنب. أنتوا بس بدلوا. Here. Okay. هيدا لازم يكون الثبات فيه. صوروا حالكم إذا أنتوا مش عارفين إذا عم تعملوا صح ولا لا. You can film yourself to see if you are keeping this area stable, is not moving when you extending. Okay, because sometimes you can feel that you are doing correct, but once you see yourself, you see like, no, he was not controlling at all. ممكن تشوفوا بالتصوير إذا كنتوا فعلا مثبتين نفس وتقارنوا بالوضعية اللي عم بعملها ولا انتوا بس حاسين انكم عم تعملوا صح بس فعليا انتوا بتشوفوا بالصورة انه المنطقة رخوي. ما عم تقبضوا ولا عم تتحكموا. So control. Engaging your core, controlling your spine. Just extend. Feel the glutes only and bring it back. كل اللي لازم تحسوا أرداف فقط. أسفل ظهر ما في لا طلع ولا نزل. So we're going to go side to side squat. نفتح. Wide and close. Wide and close. افتح على برا. من الركب. From the knees. Wide and close. Wide and close. راح افتح. سكر. افتح. سكر. نملوا الافخاء الارداف. مش حاسي بقى فينا. كان اكلت فينا ابرة مخدر. My glutes are numb from behind. I cannot feel it anymore. I don't know what I'm doing. It's already now. We are just starting. It's just in the beginning. بعدنا بالبداية وهيك. That's the activation. هيدا بسموه تنشيط للعضلات مش تمرين. Wow. Out. Alright. We can do this. Now we have hip thrust. So we can stand on sofa, kursi. You have to use sofa, chair. Okay, bring this one forward. جيبوا الصدر الأمام. Okay, knees out through the heels. Squeeze it and down. Squeeze it and down. هتضغطوا من الكعب تفتحوا الركب وتعصوا الأرداف تثبتوا ترجعوا تنزلوا. لما تطلع فوق ما تناموا على الصوفة لازم ظهركم رقبتكم يضلوا قدام.
So your chest and shoulders rotating forward, squeezing. You come one piece forward and squeeze it. Hold tight and down. Open the knees. Feel the hamstrings and the glutes. حسوا عضلات رجل الخلفية والأرداف. مش نملوا احترقوا اختفوا. Why? Wow. Is that normal? يلا بعدنا بالبداية ما نتحملوا كلها. Open wide. We're going to walk wide squat steps and stand and go back wide. افتحوا على ورا. ركب مفتوحة مفتوحة برجع بوقف. Out. Low 2. Out 3. Out 4. Release. Back. 2. 3. Knees wide on the heels and up. على الكعب ركب مفتوحة. ظهر مستقيم. امشوا امشوا وقفوا. واو. Back. 2. 3. 4. And up. 1. 2. 3. واو. اوكي. هاي ما بقى في عارف امشي. اوكي. Alternate. Lunges. اوكي. Watch this. You're going to lunge. Okay, we can lunge, touch, bend, and up. راح اطوي ما تطلعوا الاصابع. Don't push forward. No, we are not running. ما عم نركض على الكعب. والثاني هيدا اضغطوا على الكعب اطووه ركبي ورا والثاني اطووه خلوه ورا تحت هيك قريبي. So this way down. Down. Watch your knee. منتبه على ركبي على الكعب اللي ورا بتطوي بتنزل تماما كأنه بدي استعد للركض. Just like you are starting to run but not on the toes. مش على الأصابع. Lunge. Okay. Now we have we using chair, sofa, أي شيء حتكون. Just him back سبته ورا. خلوا الوزن كله على high. You are stable. All your weight on this leg. The knee stable. Hip back just like you are in the deadlift position. كان يكون وضعية deadlift. هيدي ثابتي بشد. اللي ورا برجع برخية. So you just extending. Hold it and release. Okay. Your weight not here. إيديكم مش هون. Back your weight is on this leg. كل وزنكم على هاي. Okay. See. شايفين إيدي ورخوي كل وزني على هاي الرجل. طويتة ومثبتي حالي. I'm putting all my weight on the leg. Okay. Your back. Engage. نفس الشيء. نفس الوضعية. عضلات الظهر أو سلسلة الظهر ما بتتحرك. You are not using your spine with lifting. You're just squeezing your glute. فقط فقط عم تعصوا الأرداف. ما في استعمال لهي المنطقة. So hinge. ثبتوا. حطوا الوزن على هاي. Put all your weight here. Squeeze. And back. No spine. Core engaged. ما في بطن. مرخي. مشدود الظهر لما بشد شايفين ما بيتحرك كأنه طاولة ما انزاحت لا نزلت لا طلعت. So nothing is moving basically from this. When I extend just squeezing the glutes. أنا بس عم بصر هون ورخية. Extend. Hold وزني كله على رجلي. All my weight is here. Not on the arms. مش على إيدي. لأنه في ناس تكون عم تعمل push up مع تنزل تطلع انتبهوا. Because some people you know every time they push that's wrong. كل الوقت بيكون عم يدفشوا على تحت هيدا خطأ أكيد ما تعملوه. Okay now. Okay. Bring it down. أحطه تحت. Okay out. Out. بفتح قد ما فيه. من كعب ركب برا. ثبت وبفتح. So see I'm trying to walk stable. ثبت بعصر. برجع الحوض مكسور على ورا.
my knee slightly bent, my hip back and out, back, out and in, out and in, out and in. Squeeze it. Asura. Glutes are duff. Out. على برا. Out. Wow. Alright. Now we have standing side leg left. Okay. أرفع شوي فوق ركبي. You can hold something. You can تمسكوا شيء. Okay. تثبتوا فيه. عشان ما تروحوا وتجوا. اطووا ركبي اللي واقفين عليا شوي يعني خلوه رخوي. ثبتوا عليا الوزن. ارفعوا الرجل ورخوا شوي شوي. So here you are not going to, you can hold chair, sofa, wall and you're just keeping this one slightly bent. Left and squeeze and release down. Engaging your core so you're not moving from the whole body. ما عم نحرك كل الجسم. فقط ارفع رجلي على جنب. Because some people if they hold the wall they start to swing with it. No. ما مش اذا مسكتوا كرسي او حيط تصيروا تتمرجحوا معه ما تعملوا هيك. Don't do like this. Go from here with it. روح من هون. لا ثبات. Stable. Left. Squeeze and bring it back. Alright. Pay attention to these things. Because if you go with it you are using momentum. Stable, ثبات, left and see nothing moving. مش ما في شيء عم يتحرك من هون. ثبات فقط رجلي عم تثبت. رجعت انا نزلها شوي شوي. انا عم اتحكم بنزلي. I'm controlling the movement down. Stable. So if you use momentum you are removing the stress on the muscles. I mean you are not using your muscles. You're just using momentum. You are swinging. Here we want to contract the muscle and release it. Okay. هون عم اتحكم بالعضلة. عم برفع اقبضة وارجع رخي شوي شوي بدون مرجحة بدون استعمال المرجحة للحركة. يعني اذا استعملنا مرجحة بالحركة بتصير مش عضلات بتصير كارديو. يعني بتصير العضلة رخوي لا عم تقبض وعم تسكر فما بتستفيد ما بتشوفوا نتائج. Okay. استني. Now alternate side leg left. هلا على ما squat side squat side. انا ما عم بقدر افتح اكثر لانه الباند اللي عم بستعمله انا كثير قوي يعني شديد ما بيفتح اكثر من هيك. في انواع باند الاستيك بتكون بتفتح فاذا لاحظتوا انكم بتقدروا تفتحوا اكثر عادي بيكون حسب الباند وقوته. So this band is really strong. That's why I cannot open wider than this. But some band, which is come elastic band like rubber, can has more range of motion. It can open more than this like cloth. And also the strength of the band is it depends. It's light, moderate, or heavy. So حسب قوة الباند نحن بنقدر نفتح. Okay, now we have bridge elevated heels. رح ننام تحت نحط اجرينا على الصوفة. Put something on chair. Squeeze and down. Keep the knees open wide. Squeeze your glutes and bring it down. Don't forget, keep your knees wide. خلو الركب واسعة على برا مفتوحة. عصره ورجع انزله. خلوا هيدا شقفة واحدة. Keep this one piece and release one piece. مش تجزقوه. Don't cut it. Means ما تعملوا هيك وترجعوا هيك. No. One piece squeeze one piece down. شايفين شقفة واحدة بنزل كأنه هون ما بينفصلوا عن بعض. Squeeze it. Alright. Flip. Hop. Next. We have clamshell. Okay. Out. Out. رح احط رجلين من تحت على بعض وافتح ركبي وارجع رخي. So I'm going to open the knee and bring it down. Keep the feet together.
open like a shell, مثل الصدفي بفتح وبرجع بسكر. So open, hold it and release slow. Glutes minimus and medius are crying. عم يبكوا هلا الأرداف الجانبية بالزاوية. نملوا واحترقوا. It's numb and burning. Wow. Pow. This is too strong. Lower body. هيدا جزء سفلي. قوي عشان تشوفوا الباندند وشغل والله إذا معكم أوزان. هيدا بيفي بالغرض ونص خدوه بالسفر. Take it with you when you travel. Do this workout. It's amazing and activate your muscles, strengthening. بيقوي العضلات بينشطهم. خدوه معكم بالسفر اعملوه كل مكان. Out, squeeze and rest. Squeeze it here. Tight it. حطوا ايدكم هون عشان تحسوا بقبضة العضلات لما بتفتحوا نفس الصدفة مثل ما قلنا. اثبتوا عصروا ورجعوا انزلوا. So left open squeeze stable feel it and bring it down out and down feel it. عصروا ولا اخر شيء عصروا نفسها للعضلة. Okay now we have curtsy lunges. Okay we're going to cross lunge. شايفين قريب نفس الشيء هون بضل على الكعب. Here stay on the heels. Don't push. خلوا ركبي هون. اطووا هاي كروس ورجعوا اطلعوا. يعني بدكم ترخوا اللي ورا عشان تنزل كروس عشان تروح سايد. So you are just slowly cross it. Slowly cross it. See? Just watch your front knee متبع على ركبي كعب. وهيدي بيخدها شوي كروس. And the other knee I'm just releasing and cross it in. Cross and back. Slow. على مهل. شايفين كيف عم بعمل كروس؟ عم بضغط على الكعب، ركبي بنتبه علي والتاني بتعمل كروس على داخل وراها. Okay. Now we have squat then up on toes. عمل سكوات. Open wide. I'm going to go squat and up onto the هطلع الأصابع. Down, left, down, left. When you go down, press through the heels, open the knees, and left. Hold it. لما ننزل تحت على الكعب نفتح ركب وبطلع. الأصابع كثير تحمست. I was so much excited. You know, I left myself too much. Left. And down, out, and left, out, and left. على برا وارفع. على برا وارفع. Knees out and left. Knees out and left. Down and left. Now we have dead left. Whew. Okay. Open, افتح شوي بعض الحوض. Alright, hinge and up. شو رح اعمله؟ رح افتح الركب على برا. اطونت في الركب وادفع الحوض على ورا. So you are slightly bent, open the knees, hinge, 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 push it back and up like deadlift. نفس الديدلفت. Hinge and up. Slow. Hinge, open, extend and lift. Slow, out, 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 and left. Hinge, hinge, hinge. Feel it. حسوا هون كل ورا طلعوا. Hinge and up. Nice and slow. And left. All right. Next. Now we have. This one, okay. Again, هون سبتو هاي. Again, this one have to control it as much as possible. So you're going to cross, left, bring it back. Up, cross, bring it back. Trying to keep your spine stable. Do not swing or twist with your spine. ما تستعملوا الظهر
والخصر والحوض، وانتو عم ترفعوا تعملوا كروس ترجعوا ترفعوا وترجعوا. So there is no، مش هيك no up and down up and down حوض حوض no stable. Okay، ثبات cross and back engaging your core all your body stable. بحاول ثبت كل جسمي لاني بس عم بشتغل ارداف. I'm just only left hand feeling my glutes squeezing my glutes and bring it back. Alright، so this one should be stable and this one not swinging. وهيدا ما عم يتمرجح ولا عم يرقص. Engage ثبته. Okay، really really it takes a lot of concentration and control. فعلا الموضوع ليه بقولكم دايما ركزوا مع التمارين، حسوا بالعضلات، لانه اذا ما صار في تواصل من الدماغ مع العضلي ما بتحسوا انه العضله اشتغلت، مثل كانه حدا عم يحكي معكم عم يخبركم قصه وانتم مش منتبهين. anyway على حال الثبات هون هيدا بيتطلب كتير تركيز وثبات. بعقلي بقدر انا ثبتها، فكره انا اللي بقدر اتحكم. I'm the one who controlling my muscles from my brain. I'm the one who's controlling my stability. So with your brain you can stabilize yourself or control the muscle movement on your body because you are responsible for the movement. All right، now we going for the side and نروح على جنب. All right، extend one leg مدة واحدة، hinge forward حوض شوي على الأمام، ارفعوا left and release، keep the toes rotating down and hip flexor forward. اللي رح عمله هون رح ثبت الحوض، هي كسرة الحوض عظمة الحوض على الأمام، والأصابع رح تلف تلقائيا ويرتفع الكعب، رح أطلع هيك هيك، مش الأصابع عكس، مش أصابعي لفوق وكعبي على تحت، لا كعبي على فوق أصابعي على تحت وحوضي هيدا مكسور أو لافف إلى الأمام. Because the muscle is here not here، هون ما في شيء، ما في عضلي، العضلي ورا، فأنا لازم ميل شوي ولف الأصابع لحتى أعمل دوران داخلي لأستهدف العضلي. Inward rotation to you can target the muscle. Muscle is here, right? The glutes minimus and medius. I'm going to switch. نسيت فجأة شو بدي أعمل. Again bend اطوى rotate لفوا على الأمام ثبتوا أصابع تحت وكعب رجل على فوق اتجاههم عكس هيك. So like this you are targeting your glutes minimus and medius. So if you do like this إذا عملتوا هيك أو الأصابع لفوق ما في، أنتوا فقط عم تحركوا المفصل، فعليا عم تطقوا العظم ببعضه بس العضلة هي ورا هون، ولتشتغلوا فيها لازم هيدا يلف، you have to bring it forward rotating in and left and down and left and down. You will feel it anyway the difference، رح تحسوا بالفرق إذا عملتوه صح. Alright، now we going to stay up، رح نضل فوق بالبريج، engaging your core، شد على البطن اضغطه عصره squeeze. Okay out out out، ما ترخوا الحوض، ما ترخوا عضلات الأرداف، بكون ضلكم عاصرينهم كل الوقت وانتو فوق مركزين معهم. You have to keep your glutes really tight really squeezed all the time. Don't release it. Don't do like this. ما تعملوا هيك. Squeeze عصره tightening. Every time you open you're squeezing more up. كل مرة بتفتحوا الركب انتو عم تعصروا او تقبضوا عضلات الارداف اكتر من الداخل بتحسوا فيها. You will feel the engagement and the squeezing. My glutes is fire. Okay، two more exercises. تمرينين منخلص we are done. Okay، we're going to sit like this. احنا قد هيك. Then chest up، صدرة على فوق، out out out، ميلي على ورا والركبة تفتح على برا، out out. Okay، bring it a little bit up.
to feel it عشان ما تخلوها تنزل كتير تحت عند الفقد عشان تحسوها تحسوا فيها خلوها تحت الركبة بشوي under the knee slightly under the knee out okay one more after this will be done واحد بعد هيدا ومنخلص الأرداف أسبوع رح تنوجع تعد على ليون إذا كنت عم تستخدموا باند قوي طبعا if you are using a really strong band your glutes will be on fire for long time during this week so now guys I'm just going to try out keep the heels together حطوا كعب على كعب افتحوا الأصابع على برا افتحوا out برا حاولوا تقاوموا برا وترخوا so trying to resist and relax keep the heels together and toes out okay out and in out you can do it other way as well فيكن تعملوها كمان بطريقة تانية how just come front نام على بطنكم okay and trying to open حاول شد الإجرين فوق مشدودين افتح برا so trying here to open of course if you use lighter resistance band لازم تستعملوا حبل مقاومة أخف هيدا ما عم يفتح أصلا this one is not opening anyway alright cannot believe you're done listen to it 2, 1, go alright guys That was our workout, amazing workout for today. I hope you enjoy it. And don't forget, like this video, share it with your family and friends. Leave me a comment below down. I love to read your comments, even if I don't have time to answer, but at least I'm reading sometimes. So don't forget, you can follow me on Instagram at Coach Farah Official to benefit from lots of daily tips, fitness, motivation, and also for the programs on the YouTube, I always announce there and I give more details. So I wish you a great day ahead. See you soon tomorrow in the upper body with the band and باي باي هذا كان تمرين اليوم اتمنى يكونوا استمتعتوا ما تنسوا اللايك والتعليقات كثير مهمين لحتى تكبر عائلتنا وتكبر قناتنا تشجعوني كمان بحب اقرا تعليقاتكم وما تنسوا تشاركوه مع اهلكم واصحابكم وتابعونا على انستغرام على كوتش فرح اوفيشال لانه هونيك فعليا بشرح اكثر عن برامج اليوتيوب شو نعمل شو ما نعمل وكمان للبوستات اليوميه اللي بنزلها من نصائح عامه وتحفيز دائم واشياء كثير رح تستفيدوا منها اذا تابعتوني تابعوني وبتشوفوا بتمنى لكم يوم سعيد مليء بالنشاط والحيويه انا بشوفكم بكره عنا تمارين جزء قلبي بحبل المقاومه كونوا جاهزين على الموعد بحبكم كثير باي باي